19. البوم سليم عرجون، ألف مبروك. حقيقة فرحان برشا بهذه الجائزة، هو تكريم يناسب كيني يشجع على عمل أكثر ويزك حتى لتجارب أخرى. اليوم هذه الجوائز تدل أن احنا نمشي في الطريق الصحيح وتحفزنا أن نخلق محتوى متميز. مبارك لشبكة أبو ظبي الإعلام حصولها على 7 جوائز فئة الإذاعة والتلفزيون. هذا الفوز اليوم يترك فينا مسؤولية أن نحن نبادر بأفكار مبتكرة، وكل برامجنا نقدم اللي هي هويتنا الإماراتية الجميلة اللي نعتز فيها. مبارك لشبكة أبو ظبي الإذاعية بفوزها في 3 جوائز فضية.